أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم أن الحوارات الجارية بين الكتل السياسية سينتج عنها اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من الشخصيات السياسية. وقال فدعم أن الكتل السياسية اتفقت على بعض الخطوط العريضة خلال جلساتها السابقة فيما يخص تولي رئاسة الحكومة، منوهاً إلى أن ترشيح شخصيتين أمنيتين لهذا المنصب أكثر من ترشيح شخصيات سياسية، منبهاً إلى أن مجلس النواب مستمر بتحقيق كل مطالبات الإصلاح كالسعي إلى انتخابات مبكرة وتكليف رئيس للحكومة والمصادقة على قانون الانتخابات.